أهلا وسهلا مشاهدينا، نمضي نتواصل معكم عبر دفق الشروق الصباحي الحي، ودائما هي مدلولات السلام عبر صباحاتنا الندية من خلال تقاريرنا الموجهة في كل مكان. كاميرا الشروق دائما حاضرة لنقل نبض وإحساس المواطن السوداني بثراء السودان. تكلمنا عن السلام، والسلام هو كان واحد من شعارات الحكومة الانتقالية، حرية سلام وعدالة، وطبعا خصص له أنه يكون فترة 6 شهور، لكن امتدت طبعا لتصحيح مسارات مختلفة في عملية التفاوض. فتم الاتفاق بالأحرف الأولى في عاصمة جنوب السودان جوبا ما بين حركات الكفاح المسلح والجبهة الثورية، أيضا الحكومة الانتقالية، ولكن لسه في حركات أيضا ما انضمت لعملية السلام يأتي التفاوض معها. نحن لمزيد جدا من التفصيل من خلال صباح الشروق عن السلام ومدلولات السلام وإمكانية التوقيع النهائي وليس بالأحرف الأولى، ونشوف مدلولات ذات الاتفاقية بالأحرف الأولى مع الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي محمد علي فزاري. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا ومرحبا بك، وصباح الخير لكم، وصباح الخير للشروق الشمس الثورة السودانية، وتحية المحبة والسلام للشعب السوداني في الداخل والخارج. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بك، وبنقول سنسرج الظلماء من عيوننا مشاعل أن تبدد الظلام، نبنيك يا سودان بالعطاء وبالإخاء وبالفنون وبالسلام. عيوننا سلام وارواحنا سلام وعاش السلام. مرحبا بك ونحن في السلام، ونحييك بالسلام أولا، وعايزين نعرف قراءة حول مدلولات السلام. بالتأكيد ما حدث في جوبا يوم الاثنين الماضي هي خطوة عظيمة في طريق تحقيق السلام العادل والشامل، السلام الذي انتظره السودانيين أكثر من عام. معلوم بأنه كان واحدا من أولويات الحكومة الانتقالية العشرة، منها السلام وبعضها الوضع الاقتصادي، تفكيك مؤسسات النظام البائد وغيرها، ولكن ما حدث هو يعطي بارغة أمل بأن السلام بات غاب قوسين أو أدنى، خاصة أن هناك جدية ورغبة وإرادة سياسية للأطراف التي وقعت من خلال مسارات دارفور وكذلك الحكومة الانتقالية. هذا الذي تم توقيعه في جوبا يعني يمكن أن ينقل السودان من مربع الحرب إلى مرحلة السلام والاستقرار، وهي المرحلة بالتأكيد هي الأصعب، لأن مرحلة البناء والتعمير ما تم تدميرهم من الحروب الأهلية التي شهدتها مناطق عديدة في السودان. أنا أعتقد أنه هذا التوقيع أيضا يعني يعطي إشارة إيجابية للمجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأمريكية التي تربط رفع اسم السودان من لائحة دول راعي الإرهاب بتحقيق السلام العادل. فالآن بهذه الخطوات يمكن أن نقول أن الإدارة الأمريكية لم يتبقى لها شيء لكي توضع اسم السودان في قائمة دول راعي الإرهاب، لأن السلام هو الآن التوقيع بالأحرف الأولى هو يعني تعزيز بناء الثقة بين الأطراف الموقعة من أجل تحقيق السلام في صورته النهائية. وبالتأكيد ما تم التوقيع من حركات هي لها تأثير ونفوذ، إذا أخذنا مثلا مقارنة بحركة تحرير السودان جناح ناركم الناوي، حركة العدل والمساواة، كذلك الحركات الأخرى التي وقعت فيما سمى بالمسارات الخمس، هي جميعها حركات مؤثرة ولها نفوذ وتأثير في الساحة السياسية، وظلت تغاتل الحكومة السابقة أو النظام السابق لفترة طويلة. طيب أستاذ محمد، نحن نتكلم عن الفترة اللي كان خصص لها عندما تم الاتفاق على الوثيقة الدستورية لإحلال عملية السلام، هي كانت 6 شهور ولكن امتدت لماراثون سنة كاملة بتحقيق المسارات التفاوض من كل ولاية من ولايات السودان. نتكلم عن الجبهة الثورية، التحالف العريض اللي بيضم كثير جدا من حركات الكفاح المسلح اللي تم التوقيع بالأحرف الأولى. نتحدث عن الأحرف الأولى، يعني هل هو اتفاق مبدئي أم يمكن أن تحدث هنالك تقاطعات في المكون التحالفات الأخرى الموجودة في الجبهة الثورية أو عموما المنضوية تحت هذا المسمى؟ أظن التوقيع بالأحرف الأولى هو طبعا جاء في اتفاقيات جنيف للمعاهدات في العام 1969، ويعني بالإنجليزية initialize، يعني بداية إنه التوقيع على اتفاق غير نهائي، أي يمكن مراجعة بعض النصوص فيه من أجل السياقة النهائية، لكن لا يحق لأي من الأطراف التي وقعت التراجع عنه. يعني في النهاية هو اتفاق، بمعنى أنه الأطراف جميعها ترادت على كل ما تم الاتفاق عليه، فقط تبقت مرحلة السياقة النهائية حتى يتم التوقيع عليه. فبالتالي ما تم توقيعه يوم الاثنين الماضي هو يعتبر خطوة مهمة جدا في التوقيع النهائي، أي أن الأحرف الأولى، بمعنى أنه أي طرف إذا كان لديه تحفظ من ناحية السياقة، من ناحية اللغوية، يمكن مراجعتها قبل التوقيع النهائي، أي يتيح للأطراف لمراجعة الدرافت بصورة نهائية. لكن هو أيضا كما ذكرت أنه تأخر هذا الملف لأكثر من عام، يعني كان من خلال الوثيقة الدستورية نصت على أنه 6 شهور الأولى تخصص للسلام، لكن كما ذكر رئيس الوزراء بأن هنالك عوامل كثيرة جدا خارج إرادة الدولة هي أدت إلى تعطيل هذا الملف، منها الكورونا طبعا، أن العالم كله يعني مر بظرف استثنائي بالتأكيد، هذه أثرت على أيضا.
هنالك يعني كانت ثقة كبيرة في الحكومة إنه إحنا بنتفاوض الآن مش مع طرفين غير مع أطراف سودانية بدون تدخل أي تدخلات خارجية، فبالتالي كان في تفاوض كبير إنه يتم 16. لكن هنالك عوامل أخرى دخلت، ربما بعض الأجندات، ربما مماطلة من بعض الحركات، تدخلات إقليمية نعم هي أثرت في هذا التفاوض، ولكن بحمد الله وقوة إرادة السودانيين جعلت إنه ذلك ممكن، إنه السلام يمكن يتحقق بهذه الإرادة السودانية الخالصة. وهذا يعني لا يفوتنا نشكر دولة جنوب السودان التي رعت هذه المفاوضات المضنية التي استمرت لفترة طويلة دون كلل أو ملل، ويدل على إنه جنوب السودان هو جزء من السودان بالسودان الكبير يعني. صحيح. فلذلك هي كانت الأغرب، ويعني هنالك الكثير من الدول حاولت أن تحرك هذا الملف، ولكن يعني الوسيط الجنوب السوداني رفض إنه هذا الملف لابد أن يكون في جوبا عاصمة جنوب السودان، وهذا يدل على إنه هنالك إرادة أيضا للرئيس الباكير ميرغيت، وهو قال إنه حيكون الضامن الرئيسي لهذا الاتفاق. هو جميل جدا انه يكون هذا الاتفاق وهذا السلام يتم في دولة جنوب السودان الشقيقة، واللي كان السودان مترامي الأطراف من قبل. طيب يا أستاذ محمد، يعني توقيع إعلان المبادئ بين دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني وأيضا عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية الشمال، ممكن نقول يعني هذا الحديث انه الحلو ركب في قطار السلام؟ بالتأكيد طبعا، هو رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بعد ما في خطابه في جوبا قال نحن سنواصل التفاوض مع كل الحركات الرافضة، وبالتأكيد أكبر حركتين كانت الحركة الشعبية بغاية الحلو وحركة تحرير السودان بغاية عبد الواحد محمد نور. طبعا هي خطوة من الحكومة الانتقالية لاستكمال ملف السلام والوصول لكل الأطراف حتى التي ترفض التوقيع لهذا الاتفاق. وإعلان المبادئ هو إعلان من الاسم طبعا، يعني بالإنجليزي بيسموه Declaration of Principles، هو بيعني إنه الأطراف أبدت حسن النوايا للخوض في بعض القضايا اللي ممكن تكون مسار خلاف، ولكن هذا ليس اتفاقا نهائيا أو ملزما، يعني قابل للمراجعة وقابل كذلك للمناقشة التعديل حسب المؤسسات الدولة، مجلس تشريع وغيره ممكن يتم مناقشته فيها. لكن بالتأكيد هو خطوة مهمة أيضا في إنه السلام يجب أن لا يستثني أحد، يعني حتى عبد الواحد أنا سمعت إنه في وفد حيمشي لباريس مشكل من جنوب السودان وحكومة السودان، سيذهب إلى باريس للالتقاء بعبد الواحد محمد نور حتى ييسر هو يناقش كل القضايا التي يعني عالقة بين حركة تحرير السودان وعبد الواحد نور. طيب أستاذ محمد، يعني في جانبين، جانب الحلو وجانب عبد الواحد، إذا بدأنا من قبل يعني عند زيارة الرئيس دولة رئيس مجلس الوزراء للمجتمع الدولي للاتحاد الأوروبي وزيارة الولايات المتحدة، التقى بعبد الواحد محمد نور في باريس في لقاء أخوي ولقاء عادي ليس بالرسم يعني، وأبدأ يعني تحفظ على كثير جدا من التفاصيل عبد الواحد، وذكر إنه يجب أن يكون هنالك مؤتمر مصالحة جامع لكل الناس يعني. هذه الإشارة كيف يمكن أن ينضم عبد الواحد؟ هل يمكن أن يستجيب للوفد الذي يرأسه يعني الحكومة أو بعض حركات الكفاح المسلح لباريس؟ الجانب الثالث فيما يخص الحلوة هو في أديس أبابا عند لقاء مع دكتور عبد الله حمدوك، يعني هل نفتكر إنه هو سلام منفصل يعني يريد يعني أهداف معينة في طريقة الحكم في تقاسم السلطة؟ يعني كثير جدا من الرفض الكائن عن حركات الكفاح المسلح أو بعض الأحزاب اللي أبدت تحفظها ورفضها في هذه اللقاءات. فيما يتعلق بعبد الواحد، أنا أعتقد أنه ما في تعنت من جانب عبد الواحد كثير، لأنه حتى كل الشروط اللي كان بيرفعها عبد الواحد في التفاوض تم الاستجابة لها، اللي هي عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم والتعويض الفردي والجماعي، وتم تخصيص في آخر اتفاق أنه 75 مليون دولار تضخ سنويا لإقليم دارفور لمدة 10 سنوات، التمييز الإيجابي للإقليم في الخدمة المدنية وغيرها. أنا أعتقد أنه دي كلها كانت مطالب كان بيدفع بها عبد الواحد حتى في عهد النظام المبادئ، الآن أصبح الطريق ممهد لهذا الاتفاق. فيما يتعلق بالحلو، طبعا الحلو هو يعني في منطقة كاودة وغيرها، يعتبر هي من المناطق اللي عانت التهميش ومرارة الحرب. هو دائما في التفاوض الإنسان بيرفع سقف التفاوضي، ولكن عندما يجلس مائدة التفاوض أو الطاولة فبالتأكيد لازم يكون في تنازل من الجانبين، يعني انت ممكن تكون واقف في مكانك تطلب الطرف الآخر يتحرك إليك، لابد انه الطرفين يتحركوا مع بعض حتى يصلوا لنقطة الالتقاء. انا اعتقد انه كل الأشياء دي بمجرد الجلوس التفاوض ممكن الناس تتجاوز الكثير جدا منها. بالتأكيد طبعا في بعض القضايا
هي مناط بها يعني مناقشه عبر المجلس التشريعي في قضايا بخطيبه مؤتمر دستوري قومي، دي بتحول للمجلس القومي الدستوري. لكن القضايا المطلبيه، قضايا التنميه، قضايا الحقوق، دي طبعا تحسم في التفاوض، كما نصت اتفاقيه دارفور ايضا انه التخصيص بتاع المجلس السيادي المقاعد في مجلس الوزراء قيل قسمه الثروه والسلطه هي ما فيها نقاش اصلا، يعني هي قابله للناس تتفاوض فيها حتى النسب المتفق عليها. لكن القضايا المتعلقه بالدستور والقانون هي تحال للجان المتخصصه، لجان قانونيه او لجان فنيه حتى يتم البت فيها بصوره نهائيه. طيب نعم. عندك اضافه؟ لكن بس في اشاره اللي في نفس الحديث، يعني على بال الاتفاق او اللقاء اللي تم بين حمدوك والحلو في اديس ابابا، يعني احنا شفنا كثير جدا من الخطابات اللي هي لا تؤيد مثل هذا اللقاء، وذكر صحيح. انه هي مجرد محاصصات كما يحدث في النظام السابق في تقسيم الثروات وتقسيم السلطه، وهو يمكن ان تعدل في الوثيقه الدستوريه مجددا للمقاعد سواء كان في مجلس الوزراء او المجلس التشريعي او جانب السيادي. هل يمكن ان نقول هو تقسيم كما كان في العهد السابق، ام مجرد هو يعني تقديم مع بعض للمجالس التشريعيه هو جزء من همم الوطن المشترك؟ يعني هو شوف، احنا ما ممكن نقول تقسيم بالصوره اللي كان فيها النظام المبات، يعني كانت التقسيم الاتفاقات الماضيه انتهت موضوع في محاصصات. اذا اخذنا نيفاشا اللي هي اخذت نسبه كبيره الحركه الشعبيه ضد الانفصال الجنوب، نعم صحيح، ابوجا كانت شاركت فيها حركات تحرير السودان، بني اركم الناوي كان مساعد الرئيس وغيره. لكن هذه الاتفاقيه ما يميزها انه يعني فيها جزء متعلق بالتنميه، يعني نتكلم عن اعاده التعمير والتوطين واعاده اللاجئين والنازحين الى قراهم وغيره، دي قضايا كان غير مطروحه في الاتفاقيات الماضيه. الان طرحت. نعم هي طرحت بصوره عميقه جدا. ايضا ما يتعلق براء الناس، طبعا احنا غيبنا 30 سنه من النظام الديمقراطي، اكيد بيكون في اراء مختلفه، وضد الديمقراطيه اصلا نقبل اراء، يعني اي اتفاق الناس تنتقده وتطلع وتتظاهر، واحنا شايفين الاعتصامات الحاصله في البلاد دي، لانه غياب الديمقراطيه لفتره طويله بيخلي الناس ما تقدر تتعامل مع الاشياء بالفهم الديمقراطي، يعني اي راي لو الحق يقول، يعني هذا للعافية. نعم هو للعافية الديمقراطية طبعا، دائما عافيته في انه تقبل الرأي الآخر. تقبل الرأي الآخر. مختلف معك. نعم صحيح. يمكن يعني أي دولة إذا اهتمت بالإنسان ونمت هذا الإنسان أستاذ محمد ويكون في اتفاق للسلام، الناس تكون متصالحة مع بعض ومتسالمين، حيكون تحدث التنمية، تحدث خدمات، يحدث إعمار، بيحدث كثير جدا من القضايا. نحن بنقول للأهل في كل أطراف السودان بتوقيع الأحرف الأولى على هذا السلام سيكون السودان إن شاء الله جنة الله على الأرض، سيكون إشراقات جديدة في عهد جديد من عهد السودان الجديد القادم إن شاء الله. بهذا الحديث يقودنا أستاذ محمد إلى أنه عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور هما يعني ربما يكونوا أكبر المعارضين في ذلك الزمان. هل رؤية عبد العزيز محمد نور أو عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور تتفق مع بقية الحركات المسلحة الأخرى؟ هي حتى وان لم تتفق بصوره كامله قد تكون جزئيه، لانه الحركات كلها عندما رفعت السلاح كان ضد نظام متغطرس متجبر رافض للحوار. الان نعم. الوضع اختلف، الان هذه حكومه انتقاليه، حكومه الثوره، ترى بانه اي انسان او اي صاحب حق يجب ان يطرح يعني اهدافه ومطالبه والناس تتناقش حولها. وانت ذكرت نقطه مهمه جدا جدا، انه احنا نهتم بالانسان، يعني الديفلوبمنت هي بتبدا بالهيومن بين، يعني ما في تنميه بتبدا غير الانسان. فمعظم التنميه البشريه بيقول لك انه افضل ثروه تمتلكها اي دوله هي الانسان، الكادر البشري. يعني احنا السودان مصنفين من الدول الفتيه في العالم، يعني الدول نسبه الشباب فوق اكثر من 60%. صحيح. في دول كثيره في اوروبا بتعاني من انه يعني ما عندها موارد، فانا اعتقد انه الاعتماد الفتره الجايه على المورد البشري هو مهم جدا جدا لاحداث التنميه والتطوير. نعم. والفارغ اللي بيحصل في العالم دي. نعم. الحركات المسلحه طبعا الان انا اعتقد انه ما عندها المرات اللي بتخليها تقاتل الحكومه الحاليه. زمان كانت بترفع السلاح، الان الحكومه ترفع السلاح. يعني حتى رئيس الوزراء قال احنا نرفع السلاح ضد اي حركه من الحركات المسلحه. ويعني عبد العزيز عدم حلو قام انه اصدر اعلان بانه وقف شامل لاطلاق النار. دي برضه واحده من يعني مؤشرات حسن النوايا بين من الطرفين، انه ما في حرب، ما في رصاصه تضرب الان في فتره الحكم الانتقالي دي. حتى واذا كان رفضت الاتفاق انا ما اتوقع ان يكون في حرب او في معارك قد تكون زي المعارك الفات. استاذ محمد، يعني الملفات كثير جدا والمحاور ممكن نتناقش فيها من خلال صباح الشروق، ممكن تعالج كثير جدا
من الإشكالات أو سوء الفهم بالنسبة للمشاهد الكريم عن طريقة التوقيع أو عموما فتح الوثيقة الدستورية مجددا. أنت ذكرت مثلا التوقيع بالأحرف الأولى ممكن يكون فيه جرح وتعديل، لكن الوثيقة الدستورية هي مقدسة ويجب أنه تمضي هكذا. لكن إن شاء الله نلتقي في مساحات أوسع ونفصل أكثر في عملية السلام. مقدرين جدا حضورك صباحا أستاذ محمد علي فزار، الصحفي والمحلل السياسي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لك. وكانت هذه الفقرة هي الطريق إلى السلام، وإن شاء الله دائما السودان